يعطيكم العافية. احنا اليوم بدنا نبلش بالباور بوينت الثاني عن الدرس. بذكركم هذا الدرس بيحكي عن نيوتن سكند لو، عن الداينامكس. يعني انا كيف بقدر ادرس الموشن ستارتنج فروم نيوتن لو يوزنج فورسز. يعني انا اول خطوه بتكون بالسؤال، حدد الفورسز اللي عم يشتغلوا على اوبجكت معين، بعدين بطبق نيوتن سكند لو. بالدرس الاول الكاينماتكس ما كنا نحكي هيك، كنا نشوف الموشن شو هو، نشتغل بوزيشن فيكتور، نعمل ديريفاتيف، نطلع فيلوستي وكل هالقصص. وصلنا اخر شيء قلت لكم انه نحن في عندنا نيوتن فيرست لو اللي هو البرنسبل اوف انيرشيا، اوكي، اللي هو بقول اذا بلحظه معينه صار عندي اوبجكت ذا سم اوف فورسز ذا فيكتور اكتنج اون ذيس اوبجكت زيرو، then this object will continue in uniform rectilinear motion if it was initially in motion and will remain at rest if it was at rest. قلت لكم ثاني لو اللي هو نحن بدنا نستخدمه، اوكي، ثاني لو هو سيجما اف اكسترنال، مجموع الفورسز اللي عم يشتغلوا على اوبجكت معين، بيساوي الماس ضرب الاكسلريشن. هيدي الايكويشن هي فيكتور ايكويشن، ونحن بالعاده ما بنحبذ نشتغل بفيكتور ايكويشن، بنحب تكون سكيلر، اوكي؟ ففي شيء بنسميه بروجكشن، يعني انا لازم اعمل هيدي الايكويشن اعمل لها بروجكشنز على اكسس معينين لحتى احولها لسكيلر. طيب، اول شغله قبل ما نفوت بالبروجكشن لهيدي الايكويشن، خلينا نتعلم كيف نقدر بروجكشن لفيكتور، بروجكشن لفيكتور العادي. انت مثل ما بتعرفي اي فيكتور بالدنيا، اوكي، فيكتور في هو بينكتب في اكس اي زائد في واي جي. يعني الفي اكس هي الكومبوننت للفي على الاكس اكسس، في واي هي الكومبوننت للفي على الواي اكسس. بمعنى ثاني اذا الفي اكس هي البروجكشن للفيكتور في على الاكس اكسس، في واي هي البروجكشن للفي على الواي اكسس. كيف يعني؟ افترضي انا معي فيكتور في، هيدا الفي بدي طلع له الفي اكس كومبوننت له، بيجي بعمل بروجكشن للفي على الاكس اكسس. بتطلع هيدي الفي اكس، هيدي الفي واي. بدك تنتبه انه انا عم بتعامل مع فيكتور مش عم بتعامل مع بوينت، اوكي؟ في اكس لاطلع في اكس بدي نزل هيدا الفيكتور كله، يعني الفيكتور عادة له نقطتين، هيدي نقطة وهيدي نقطة. لاطلع في اكس بدي نزل هون النقطتين على الاكس اكسس، لاطلع في واي بدي نزل هون النقطتين على الواي اكسس. وطبيعي بدك تنتبه اذا كيف تطلع في اكس اذا بوزيتيف او نيجاتيف. هيدا ال Vx لما انا هيدا ال V مش رايح صوب ال positive x axis، يعني انا اذا بنزل هاي النقطة لهون مش رايح صوب ال positive x axis، يعني ال Vx positive. هيدا ال V مش طالع صوب ال positive y axis، يعني مش طالع هيك، يعني ال Vy positive. مثلا اذا عندي فيكتور تاني، افترضي هيدا هو الفيكتور في، بدي طلع له الفي اكس والفي واي، بدي نزله على الاكس اكسس. هيدي الفي اكس لهيدا الفيكتور، هيدا الفي واي لهالفيكتور، هيدي الفي اكس نيجاتيف لانه الفيكتور رايح صوب النيجاتيف اكس اكسس، بينما الفي واي اللي له بوزيتيف. نفس الشيء اذا عندي فيكتور هيك، افترضي عندي فيكتور هيك، كيف طلع له الفي اكس اللي له؟ نفس الشيء، مش الفيكتور له نقطتين؟ اي فيكتور له نقطتين؟ لا، اطلع له الفي اكس اللي له، بدي نزل هون النقطتين على الاكس، على الاكس اكسس. طلع هيدا الفيكتور مش رايح صوب النيجاتيف اكس اكسس، يعني هاي الفي اكس، هاي الفي اكس نيجاتيف. لاطلع الفي واي، في واي وهي بوزيتيف لانه الطالع طلوع. يعني انا كيف بشتغل هيدي، مش هيدي النقطه، هيدي الهيد للفيكتور، هيدي التيل. بنزل الهيد اول شيء، برجع بنزل التيل وبشوف الفي اكس، اوكي، بتطلع هي الفي اكس راح صوب النيجاتيف اكس اكسس. على طول بنزل الهيد، برجع بنزل التيل وبوصلهم وبشوف لهم رايحين. مثلا على الواي اكسس نزلت الهيد، التيل طالع صوب البوزيتيف واي اكسس، اوكي. هلا تعال في طريق، فاذا لطلع قيمتهم لهودي الفي اكس وفي واي، لعلمكم البروجكشن، طريقه بالبروجكشن ما بنستعمل غيرها، يعني ما من... اذا استعملنا غيرها بتصير يختلطوا الطرق ببعضها من بعض، نركز كلير.
عادة أي بطلع على أصغر أنجل عاملها الفيكتور مع الإكس أكسس، أصغر يعني بين الصفر والتسعين، يعني ممنوع تطلع معك الأنجل أكبر من تسعين، يا بين الصفر والتسعين، فيها تطلع تسعين وفيها تطلع صفر، سو فتش على أصغر أنجل عاملها الفيكتور مع الإكس أكسس، يعني مثلا طلعي لي بهيدا الفيكتور يو، وين أصغر أنجل؟ هي هي، مش هي، أنا هيدي، هي هاي، أوكي؟ أصغر أنجل عاملها مع الإكس أكسس هي هيدي. طيب نفس ومع الاكس اكسس مش مع الواي اكسس، طيب هون مين اصغر انجل عاملها مع الاكس اكسس؟ هي هيدي مش هيدي؟ عندنا هاي، هيدي اللي من هالجهه هي اصغر انجل، سو فتش على اصغر انجل عاملها مع الاكس اكسس، ساعتها شو بكتب؟ البروجكشن اون اوف في اون اكس اكسس اللي هي في اكس بكون اوكي سو ذا بروجكشن اوف في اون اكس اكسس هي الفي اكس، اذا انا بدي اطلع على الرسمه كيف بعمل؟ هيدا الفيكتور له طرفين الهيد والتيل، بنزل الهيد على الاكس اكسس اللي هو اوريدي على الاكس اكسس وبنزل التيل على الاكس اكسس، صارت معي هاي الفي اكس، هاي الفي اكس مبينه نيجاتيف لانه راح يصاب النيجاتيف اكس اكسس، سو بروجكشن اوف في اون اكس اكسس هي في اكس تساوي قيمه الفي، قيمه الفي ساين ثيتا. فإذا البروجكشن اوف في اون اكس اكسس هي قيمة ال في، هي في اكس، قيمة ال في كوساين ثيتا، الثيتا برجع بعيد هي أصغر أنجل عاملها مع الإكس اكسس وبتحطيها بوزيتيف، أوكي؟ هلا ما خلصتي، بيجي بتطلع هيدا الفيكتور الفي اكس اللي له راح أصاب النيجاتيف أو البوزيتيف يعني نيجاتيف. فإذا بحط أول شغلة في كوساين أصغر أنجل والماينس اللي برا أنا بحددها إذا راح أصاب النيجاتيف أو البوزيتيف، طب الفي واي نفس الانجل اللي استعملتيها بالاكس، يعني لما انت خلص لما بتطلعي انجل بالاكس ما عادش تطلعي لانه هي بذاتها الانجل اللي طلعتيها بالاكس بتحطيها بالواي بس مع ساين، فبيطلع عندي projection of v on y axis هو vy هي v sin theta نفس الثيتا اللي استعملتيها بالاكس اكسس، هلا ساين اللي برا انا بحددها، نفس الشيء هيدا الفي بعمله projection على الواي اكسس، بعمل projection للهيد اول شيء البروجكشن للتيل في واي مش طالع صوب البوزيتيف اكس اكسس يعني بلس، مع الفي بقدر اكتبه في اكس اي اللي هو ماينس في كوساين ثيتا زائد في واي جي اللي هي بلس في ساين ثيتا، هون نفس الشيء اصغر انجل عاملها هي ثيتا فالبروجكشن لليو على الاكس اكسس هي يو كوساين ثيتا بلس لانه رايح صوب البوزيتيف اكس اكسس، يعني اذا انا بجي كيف بعمل له بروجكشن على اليو على الاكس اكسس اوريدي فاوند على الاكس اكسس بنزل التيل، لاحظي اليو اكس بوزيتيف عشان هيك بلس، نفس الانجل اللي استعملتيها على الاكس اكسس تستعمليها على الواي اكسس، اوكي بيطلع يو ساين ثيتا، بدي اتاكد من الساين اللي برا، بعمل بروجكشن هيدي اوريدي على الواي اكسس، بعمل بروجكشن للتيل، بتطلع اليو واي بوزيتيف، كلير؟ هون عطيتك كذا اكزامبل يا اكزامبل، فاذا نفس الانجل، اوكي؟ سو ذا تو بروجكت الونج اكس اكسس وي يوز ذا سمولست انجل بتحط بوزيتيف، يعني مثلا مش بكره قال لك عندي هيدا الفيكتور قولي لي ماس اصغر انجل هي ماينس 30 بتحطيها بوزيتيف، يعني مثلا اذا هيدا فيكتور دبليو بتقولي لي لو بروجكشن اوف دبليو اون اكس اكسس هو دبليو كوساين ثيتا، بيجي بتطلع هيدا رايح صوب البوزيتيف اكس اكسس ثيتا بوزيتيف، تطلع دبليو واي الانجل اللي استعملتيها هون بتحطيها وهو بما انه رايح صوب النيجاتيف واي اكسس هون، كيف برسم دبليو اكس؟ بنزل الهيد اللي هو اوريدي فاوند على الاكس، بنزل التيل. هلا هون يا صبايا كذا اكزامبل صبايا اكزامبل عن البروجكشن، كلير؟ هيدا الفيكتور في هو على الاكس اكسس، قد ايه اصغر انجل عامله؟ زيرو. لاحظي معي اذا انا عندي فيكتور هيدا الفيكتور شو اصغر انجل عاملها مع الاكس اكسس؟ هي هيدي. طيب مظبوط اصغر انجل عاملها هيدا الفيكتور مع الاكس اكسس هي هاي. طيب سيري قربي للفيكتور نزول. شو اصغر انجل عاملها هيدا الفيكتور مع الاكس اكسس؟ هي هيدي. اخر شيء كل ما عم بقرب صوب الاكس اكسس كل ما الانجل عم تصغر، فلما يصير على الاكس اكسس شو اصغر انجل؟ زيرو. So the smallest angle that x with x axis is zero. The projection along x axis is v cosine zero. بيجي بتطلع هو رايح صوب البوزيتيف اكس اكسس يعني بلس،
نفس الانجل اللي طلعتيها على الاكس اكسس بتحطيها على الواي اكسس، في ساين ثيتا. هلا في ساين 0 0، فعشان هيك ما كثير بكترس اذا بلس، يعني يمكن تقولي لي مس ليش حطيتي بلس مش ماينس؟ ما هي في ساين 0 حتطلع 0، اوكي، ما ساين 0 0، فما حطي بلس او ماينس اخر شيء حتتكنسل. فهيدا الفيكتور عنده بس في اكس، لانه واضح انه